لو شو ما كان مودك لما تسمع أغنية لواء الجسار تسرح straight to romance. لمن انت فليت قلبي معك خليت. أغنية وائل تتفاعل معاها الناس بسرعة، وليتلي ما تغيبش ثواني أخذت أكثر من 8 مليون فيوز. كده وانت معايا بتوحش قلبي وعيني. والأغنية ما يكمل نجاحها إلا مع هذا الفيديو كليب، وكذي صار مع أغنية وائل الجديدة ولا في الأحلام. أكيد زهرة الخليج was there to know more details. أبشر كوتة موسيقى. في الأحلام من كلمات أحمد القطوط وألحان أحمد زعيم. والمخرج فادي حداد was very excited وأخبرنا ما هو الجديد في هذا الكليب. الشيء الجديد أنه القصة وكيف عم طلعه واللوكيت تبعه واللوكيشن اللي عم نصور فيه مطرح من 1930، شيء عريق كتير. Sure. وأنا بحب له أفكاره هيك الجهنمية المجنونة، يروح للإكستريم. وسيذهب مرة جديدة إلى الإكستريم بموضوع أبعد من الفيديو كليب. أنا عم قله نفوت فيه ميوزيكال، يعني يمثل بس ميوزيكال مع مغنى بيلبق له وصوته ما شاء الله. شو رأيك وائل؟ هو بحب اللي تمثيلي، يعني بيقول لي أنت ممثل جيد جدا، وأنا هذا الشيء. وائل ما حب إلا الغناء، وسنة 2020 ما سمحت لوائل ولكثير من السيلبرتيز إنهم يكونون مع جمهورهم. هذه السنة ما إلى وجود بحياتنا، يمكن كل العالم إذا سألتها بتقلك لا ما إلى وجود. شكلها هذه السنة كانت difficult على وائل، حتى آخرها كان unexpected. كنت ماشي ورا كاميون فجأة بلاقيه عم بكر صوبي لورا، يعني ما في فريم، يمكن صرت زمر لاقي ما في نتيجة. لحظة لازم تفكر هون، رحت شمال ولكن طالني على الآخر. سو الحمد لله الله ستر ورجعنا للعائلة سالمين. الحمد لله على السلامة. في أي شيء ثاني ما نعرف عنك؟ أنا كتاب مفتوح. Thank you for this interview ومبروك ولا في الأحلام. زهرة الخليج من نجاح لنجاح، وأنتوا بتستاهلوا كل خير ودائما مواكبيني بكل أعمالي.